مع بنت رمضان. الجو معنا ياسر مزيان. انتي يلي تسمع فينا جبنا لكم دبارة بنينة في وسطها حكاية وتشنشينة. ما لفاش تستنى وعدل الموجة مع نور والكرونيكور كل يوم من الاثنين للجمعة من ماضي 3 للخمسة على الحياة فام. رمضان على الحياة فام بنا أخرى. مرحبا بالناس كل ما عضل موجتها علينا وين ما كنتوا بونجور تسمعوا فينا على 93.3 هذه هي الحياة فام وهذه بنت رمضان هكا تبدأ معكم من توا حتى للخمسة كما العادة من الاثنين حتى للجمعة دائما بالفقرات الكبيرة بفقرتنا المزيانة اللي فيها انتخ لي روسيت انتخ تشانشينا انتخ الربح والكادوات هذه بنت رمضان. قبل ما نبدأ ودائما نحب نجدد التحية لمدام نهلة بالقاسم على الديكوراسيون الحلوة هذه وعن نحاس القروي المطروق وعلى نحاسنا الزمني والمرش والمبخرة الحلوة. أنكور ميرسي أكيد تلقاو مدام نهلة بالقسمي تلقاوها في القرية الحرفية في بروتا تودكم بهالحاجات المزيانة الكل بنحاس بتاعنا التقليدي الزمني المطروق أكيد نحكيو عن حاس الأحمر زيدة والحاجات المزيانة الكل. الحاجات هذوما راهو الإكسبوزي اللي تراوهم تنجمو تلقاوهم عند مدام النهلة أو احنا نعطيكم هكا فكرة كان قادمين على فرح ولا حاجة نجمو أكيد تلقاو إشوا كل عام مدام نهلة بالقسمي. سينو أيضا شكر كبير لفريق جي اس ام اللي دائما مدللكم بالكادوات. احنا في بنة رمضان اطلبوا تمنى على 70-035-120 70-035-120 اكيد تنجموا تلقوا على التابلت لي فابليت لي اكسسوار الحاجات التكنولوجيك الكل احنا اكيد نامنوا اهم لكم واكيد اللي ما تغيب على طعام واللي ما تغيب على قاعده تيكال تحيه كبيره لتيكال اللي مامنت لنا الحصه طيلة شهر رمضان. ما اخترناش ديما نقولوا ما اخترناش تيكال اوازار ما اخترناهاش هكاك بالزهر تيكال اخترناها بما انها صحيه واحنا اذاعه صحه ونهتموا بصحتكم العزيزه والغاليه. هذاك علاش اخترنا لكم حاجه ماهيش قارصه حاجه مختاره بعنايه كبيره. كي نحكيو على الطماطم الصحيه نقولوا طماطم البيروكي كي نحكيو على الهريسه البنينه نحكيو على هريسه الوطن القبلي هريسه مناره جربه اكيد هريسه تيكال نحكيو زاده على الكونفيتور على كولونيا كريمه اللي مختاره باعز الغله واجود الغله الموجوده والكينج نتاع الصناعة عاده ولا الكوين تحبوها هكا كينج ولا كوين اللي هي الهروس الهروس اللي وقت اللي هكا اللي السنة لما حالة عملت بوز كبيرة ما غابت على طعام ما غابتش على طول التونسية بما أنها رتحتنا من برشا فحات بما أنه نحكيه على فحات زادة ديجا فرشكة وفحات بنينة برشا برشا نحكيه على الثوم والتيبل الفرشكين اللي تلقاوهم في هروس تيكال. سينو هكا احنا باش نكونوا معاكم دائما بكل جديد من توا تقيدوا نوامركم العام نذكركم ما نساش بارقام الهواتف نتاعنا 70-035-120 هذوما ارقام الهواتف نتاعنا. سينو تحيه كبيره للكيب الكل باش نعمل لكم الحصه لليوم تحيه كبيره برشا 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 زميلتنا امنه بوخيت اللي كل ما تجيب حذانا على عيد مديرة مديرة صحيح البحر عمال هنا مديرة الحصة فوالا تحية كبيرة لمدام آمنة بخيت اللي منورتنا وسهيل في الإخراج أكيد اللي ديما ديما هذاك عادة يخرج لنا الصورة البهية والجميلة اللي قاعدين تشوفوا فيها على الباج أوفيسيال نتاعنا يعطيك الصحة سهيل وكا فازيتك قبل العيد عرفت قاعدين نشوفوا فيهم الفازات اللي خرج فيها سهيل بالجمال هكا ليه متوحش العيد سهيل بهجة العيد فوالا لسه شويه شفاف هكا هما غير مو شفاف هكا تحسهم اي فما كل فوشيكا كي يتفرج هكا شويه ولا حاجه كيما هكا بالضبط. الوغ نربي كيما العداء معاكم ومرحبا بالكيب الكل اللي معانا واللي منورت لنا الحصه حمزه بالشيخ يا مرحبا عسلامه عسلامه مرحبا مرحبا الناس الكل في حصه جديده متنوعه بكافه فقرات هالمزيانه وفايحه باعز تمتومه ومحرحره وموزوزه بهروس تيكال
وعاد برا عاد السهريه ايش باش يفضها باش تقيدي معجون هكا باش تعمل تارت هكا ولا حاجه بنينه بكل شيء. الشيف هكا اليوم باش يحضرنا الكتابه قبل ما نجي حسيت بيك خاطر حسيت بيك. وسينو اليوم استناو بالحق كما قلت لكم البارح الحكايه راهي مزيانه 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 على الاخر. و انت وليت تشوقنا برشا من الرحله اللي هزت هنا نتاع البارح. امنا ما يش حضر معنا نعطيو ريكاب. عمل التسميه نتاع واللي برشا من الناس جونا برشا مساجات راهو على فكره على الغبريك نتاعك حمزه البارح اللي ذكر فيها 24 ولايه واش كيفاش تسميه وكيفاش شنو هو علاش تسميه وشكون معناها السبب اللي كان في تسميتهم والحاجات هذيك. يعني احنا عرفنا اللي القروان هي هي كيروان كيروان صحيح المعسكر غير المعسكر ولا المنطقه اللي خبيوا فيها السلاح يدخلوا فيها السلاح. برشا عرفنا اللي برشا زاد ولايات الاصل نتاعهم امازيغي امازيغي وحضارات وثقافات نتاع 3000 و5000 سنه معناها موجوده تبارك الله. فوالا وعرفنا اللي سوسه المحروسه ايوا وعرفنا برشا كنايات الحقيقه هزتنا العالم اخر معاك اليوم بالحق. خليكم معايا من حلو هكا ودنيكم مليح الحكايه راهي بالحق مشوقه وما تتفاجعوش فهمتني ومهيشي. لا لاباس لاباس قدرة ربي معاك انت بقدرة ربي لاباس. مرحبا بيك سيدي. مرحبا شيف امين. النور مساء النور سي حمزه مساء النور السلام مرحبا بكم. اليوم كيفاش اليوم حمزه هكا انفور اعطانا 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 لمحه لمحه على الديسير اعطانا فما تارت فما تارت خفيفه نظيفه قلبي دليلي به هذا هذايا تارت به هذا ومش نعملوا ريميرسيمون خاطر نسيت مسروقه شويه. مسيش مادام شوف باش تجي البنت رمضان مادام كله في البيت. كاو لازم 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 فوالا شو هي بالزهر ضيفوني على شقام فضل واكلوني التارتليت هذه تارتليت معناها تارتليت اللي تحت صغار رونا كاو كيفاش حدث الحب من اول نظره الله الله. من اول هكا بايت كاو بعد اللي نحكيو فيه خليل من بعد خليل من بعد اللي ديتا واضح خليل من بعد شوقنا برشا للتختلت من بعد كان ناخذ اكيد نعاود نذكركم اللي احنا راهو اليوم الصوت نتاعنا يكونوا في الملح في الحلو كان لحد الان مازالتو ما لقيتوش الدباره الدباره خليوها سيدي علينا احنا خليوها علينا احنا والشيف امين يدللكم بعد شويه. الصلاح يا مرحبا يا مرحبا يا مساء الفل يا نور ومساء الفل على حمزه الجميل المتميز دائما الشيف وعلى كل السادة المستمعين. على فكرة النهاردة أنا فرحان والله شوية النهاردة يعني يعتبر قابلت حد بحبه جدا جدا النهاردة وسبته ورحت لزيارة حد خارج القيروان تبعد عن القيروان حوالي 25 كيلو زيارة إنسان عزيز عليا جدا جدا يعني شفت حد بحبه بزورت إنسان عزيز عليا وجيت لكم بسرعة جدا جدا شفت وزورت وجيت الحمد لله تلاتة في واحد النهاردة إن شاء الله في حكاية جميلة جدا جدا يعني زي ما حمزة شوقكم أنا كمان بشوقكم حاجة اسمها الفرخة طارت والمية فارت غليت يعني تمام خلونا نبدا كده برساله اللي احنا متعودين عليها كل يوم اللي هي رساله من القلب. النهارده هنقول عن احسان الظن. احسنوا الظن بمن تحبون فالشوق بعد الموت لا يطاق وتمسكوا بمن تحبون قبل ان تبكوا على وداعهم لعلك تلوم من تحب وتفهمه بصوره خاطئه وعنده عذره فالأسوأ من الوجع هو من يسيء الظن بك وهو لا يعلم ما فعلته من أجله. تنازلوا وتسامحوا وأحسنوا الظن بمن تحبون وابدأوا معهم صفحات جديدة تسطرونها أنتم بأيديكم لتحققوا حلمكم فالحياة أقصر بكثير مما نعتقد. هناك بعض الأشخاص في حياتنا لو لم نعد نراهم كالعادة ولم نعد نتواصل معهم يبقون دائما هم محتلين الجزء الأكبر من حياتنا فالشوق بعد الوداع مر لا يطاق. قال أحد الصالحين في إحسان الظن لو رأيت أحد أحبتي يقف على جبل ويقول أنا ربكم الأعلى لأحسنت به الظن وقلت لعله يقرأ آية من القرآن. ولو رأيت أحد أحبتي ينساب الخمر أو يقطر الخمر منه لأحسنت به الظن وقلت
لعله سقب عليه، فأحسنوا الظن بأحبتكم، لأنه من أسيء الظن به يقول أنا بخير ولكني لست بخير، فكلما سألني أحدهم عن حالي أقول بخير والحمد لله، لأن من يسأل عن حالي لا ينتظر الشرح، قد لا نكون بخير، وقد يكون أصعب من الألم هو شرح الألم، لكننا لا نبوح، فأحسن الظن حتى نكون بخير. وها أنا أقولها أمام الجميع، من فهمني على غير ما أريد فليحسن الظن به، فأعتذر يا أنا فأحسن الظن. ودي كانت رسالة اليوم. ما يعطيك صحة، يعطيك صحة يا صلاح. حتى ساعات أحسن الظن طبعا، الإنسان لما بيسيء الظن بيك وانت بتعمل حاجة وتقصد بها حاجة تانية وما بيلتمس لكش أي عذر، تبقى حاجة بتوجع جدا جدا، وبتحس ان انت يعني خلاص يعني الدنيا بقت بالنسبة لك كلها ضيقة، فأحسن الظن. ودي رسالة أتمنى تكون وصلت للجميع. رسالة واضحة وصريحة، ويعطيك صحة على المساج والكلمات الحلوة من عندك صلاح. رغ هكا اكتملت الاكيب، ودائما مش تكونوا معاكم. نعاودوا نذكر تشجيلتنا مش تكون موجودة، وبعد شوية ايضا لغوصات متاعنا من عند الشيف بنت رمضان. بنت رمضان بنت رمضان، مرحبا بالناس كل ما عضل موجتها لنا. هذه هي بنت رمضان مكملة معاكم حتى للخمسة متاع العشية بالموزيكا التونسية. تصويت وقيت تشنشينا، تشنشينا وقيت تشنشينا تشنشينا. يلا احنا مازلنا متواصلين معاكم، ودائما وقيت التشنشينا. والله جو فيان روند كونت اللي التوكال المعجون ما فيهوش زاده برشا حريرات، اللي هو يوريك اللي هي حاجه بالحق صحيه بالكدا بالكدا. الوغ اون اتوندون شيف بعد شويه عمل لنا التخت امتاعنا، نعملوا التشنشينه امتاعنا. وتقول قاعد مربع والخير يجيه، الكلام ما يتكلم والحق يعطيه. قاعد مربع والخير يجيه، الكلام ما يتكلم والحق يعطي. هذه تشنشينتنا، نجم نقول لكم اللي هي ماهيش خليقه، اللي هي صنيعه، وكلمه واحده تجي تقول زوز كلمات باش هكا تفسرها اكثر. سينو كان لقيتوا الاجابه تنجموا تخليوا لي كومونتير نتاعكم على الباج اوفيسيال تحت التشنشينه نتاعنا. كما العاده تنجموا تدخلوا في تيراج او سور كل اسبوع تربحوا معنا ان كادو يعمل 66 كيف من اهداء الفريق جي اس ام. تنجموا زاده تكلمونا على ارقام الهواتف نتاعنا على 70 035 120 70 035 120. هذه هي تشنشينتنا. سينو خلينا ناخذ الاقتراحات، عندكم اقتراحات؟ اعضاء مجلس النواب اي صحيت، اعضاء مجلس النواب مش هم مجمدين. ايوه عندك اقتراح؟ عندي الاجابه وخليها. انت عندك الاجابه به صراحه. تدفعوا كام؟ تدفعوا كام عشان اقول لك؟ بلوش يا بلوش. مين؟ ابو بلاش ما فيش منه. ابو بلاش ما فيش منه اكيد نعرفها ان شاء الله. انا عرفتها. لا طبعا طبعا، حمزه غمز لي دلوقتي. حمزه غمز لك وسيبهم به. امنا عرفتها طم بعد شوف امي قلت لك كيف كيف زاده عرفتها. اقولكم برك عليكم طيارات. لا هو اللي يعجب في الحكايه سواء ما عرفش، امه الوحيد اللي استعرف اللي هو بالحق ولا واحد فيكم عرفها، ما هو الوحيد اللي استعرف معناه. خاطر في الاوف تتبدل الحكايه، تولي والله نور صعيب الحكايه. انا مي سيف بعد تقول لك صعيبه بعد اقول لك والله صعبت عليه. لا لا والله يا جماعه سهله على الاخر، ديجا كلمه واحده وخاصه بها باش هو لها علاقه باللي باش نفسره لكم توا، اما يقرب الرؤيه. هي حاجه بتتر نستحقها في رمضان، بما انه فما شونجمون هكا نتاع معناها، فما شكون اللي ياكل برشا فما شكون ياكل شويه، فما حاجه باش تنقص وباش تزيد. الوغ نورمالمون نسحقوها الحاجه، مش نعرف اسكو الحاجه هذيك نقصت وزادت نروح اكثر من هكا عاده. ومربع نعاود نقول لكم خاطر امنا هذول من التو اللي فهمتني. قاعد مربع والخير يجي. اللهم صل على النبي. فهمتوا هاي الكلام ما يتكلم اما الحق يعطي. خلاص كيك يعطي، وضحت لا ينقص لك لا يزيد، ديما يعطيك الحق. سي فون هذول برشا برشا. ومعظم اللي بيخافوا منه النساء. بالضبط، خاصة اللي جين.
واعر هكا هو واعر الوغ نسيل يسمع فينا كي درهم راهم طلعوها الوغ هذه كانت اتشنشنتنا سينا الشيف اليوم مشوقنا برشا 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 للغوسيت نتاعنا الوغ تو سويت غوسيت تشكال غوسيت تشكال غوسيت تشكال كاملين معكم دائما مع الشيف أمين في غوسيت تشكال مرحبا شيف مرة أخرى مرحبا نور اليوم هكا صبحت قلق شوية حليت الفريجيدير نلقى برشا حاجات استعملناهم ما تمش استعمالهم في رمضان كوميفو حلينا هكا استعملنا منهم وطيشناهم هذه البروبليم عم برشا مناش كيما نقولوها سبحت ما فماش اونفي باش نطيب وباش 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 لازم نحط شقان الفطر ما كانش راسي لي بيت في الشارع صحيح معقول جدا معقول انا نحكي باسم نساء القيروان الكل حتى رجال رجالها كل الناس كل تدخل الكوجينة مش يحكر فقط على النساء تحيه هكا للناس كل اللي خاصه الرجال يدخلوا يقليوا البريك اللي يدخلوا يعملوا الحشو بتاع البريك ويدخلوا يطيبوا المحل كيما كيف تحيه للنساء العاملات اللي تدخل الخمسه بتاع العشيه تدخل تو ديريكتومون للكوجينة يعطيهم الصحه المحل لي دو ايوه دونك قلنا علاش ما نعملوش هكا نعملوا معنا ان بلا كومبيني يكون فيه معنا حاجتين مثلا ديما تواتينا كناخذ جامبون يقعد يطيش ناخذ حلوك شويه البيبروني تقعد ما نستعملوهاش صحيح انت هكا باش نعطيك دو بروبوزيسيون اسكو نمشيو مثلا في غراتان ولا نمشيو في مقرون شنو رايك هو لا محاله نعمل ارتجال اليوم هكا هكا اليوم هكا عاطي شويه على غراتان خاطر المقرون نتصور برشا هكا عملنا لقايه تاذيه توني قدي في رمضان 20 نفس اللي يعني بي تبارك الله نتصور برشا من الناس عملنا المقرون غراتان به نعمل غراتان مشيت معاك يا سيدي اي سيدي باش ناخذوا توا مثلا عندنا طرف الحمى قعدت هكاك واحد هيتيمة مثلا كانت في موصلي ولا في حاجه هكا نحكيو تنجم تكون طايبه ولا انا صديقه انا والله جو بريفير والله يا جماعه بالحق جو بريفير اللي حاجات حتى طايبين باغ اكزومبل اي سيدي طايب موصلي بتاع الحمى البارح وقعد الحمى موجود في الموصلي ولا قعد علاش مشيت له اي عائله قروية اوتوماتيك مش قلك طاجين طول هذاك طاجين هكا ولا ايه بدي زيدت تشاطروا الرعاية نتصور اي برشا يعني طاجين ولا طاجين مقرونة زيد طاجين المقرونة عندك الطاجين المقرونة هو الحاجة ما نعرف هو يذولي اختصاص تونسي ولا قروي كل شيء يتحط ونزيدوا عليه المقرون يولي طاجين مقرون كل شيء نعطيك اقوى من هذا هو الكل شيء اللي ديجا يتحط مع المقرون البيت فوالا اكزاكتومون هذا هو هذا هي طاجين المقرون باش شوف ايوه برا نشوف في طاجين مقرونه زعما والله هكا اش تحب باش نرتجل راه نفهم شيء غراتان غراتان يا شوف نكمل في الغراتان برا نشوف في الغراتان ايوه باش نشوفوا احنا مثلا عندناش حاجاتك وحدهم نجبدوا كل الهشوار معناها حائط الحم باش نعملوهم كل عبرات نعملو احنا كعابر ونقولوا احنا مثلا باش ناخذوا الحم باش نفرموه باش ناخذوا سكالوب باش نعملوه مفروم نجمو نعملو كومبينيزون معناها بين الحم والسكالوب الحم البقر والسكالوب نجمو نعملو بين معناها لي فولاي اللي هما الدجاج والسكالوب والفرويد مير نجمو نعملو زادا الحم البقري والفرويد مير بار كونتر العلوش معناها في لي كومبينيزون يعطينيش برشا يعطيني شويه مع الاسكالوب تري بيان تري بيان باش نعملو كعابر متاع الحم معنا قلنا نشوفو عندناش طرف الحم بقري طرف الاسكالوب نعملو ميكس تيب هكا خلطه متاع دي بوليت متاع كعبرات تري بيان دونك ناخذو مثلا قيمه 500 غرام الحم مفروم معناها باش نعطيو توا لي زانغريديون جينيرال ومن بعد نتعداو للفاح وكل شيء دونك 500 غرام الحم مهما كان سكالوب دودان سكالوب بولي ولا الحم بقري باش ناخذو عليهم غرفتين طومات كونسونتري باش نسحقو كعبتين طومات فريشكين باش نسحقو شويه حبق سوا فري ولا شيح باش نسحقو بالطبيعه ملح وفلفل اكحل شويه فروماج وشنو عندنا شاركوتري اللي عندنا جامبون اللي عندنا بيبيروني
انا تو باش نعمل كومبينيزون بيبيروني وفيون داشي. باه بالنسبه للفاح نتاع كعابر، كعابر لحم البقري شنو يجي معاهم فاح؟ نجم نحطو معاهم هروس تيكا، نجم نحطو معاهم بطبيعة الملح والفلفل الاكحل والثوم، تحصيل حاصل. نجمو احنا نزيدوكم معنا ادز، نقولو احنا بونوس، نجمو نزيدو الهروس تابيوكا، نجمو نحطو حتى الموتار، نجمو نحطو زادا التوسكي كل الفلفل الشايح والبابريكا والمشتقات معنا متاع الفلفل الاحمر الشايح، وبطبيعة تابلو كروية يمشيو بالكدا مع الحم بقري. بالنسبة لبوليت سكالوب نجمو نحطو الكريم فريش، نجمو نعملوهم بالهروس، نجمو نحطو فيهم الموتار، يمشيو ما أكثر بالحاجات اللي بيضبطوها معناها بالحاجات أسيد، كريم فريش، ياغورت ناتوريل، رايب، يمشي معاه الموتار، يمشيو معناها الكومبينيزون مع البوليب سيدي كبير. دونك وبالنسبة للحم البقري زادا فما استيوس ممكن معناها يعملوها برشا في لي ريستورون اللي يخدمو ستريت فود، حطوا صوص باربيكيو معناها الباربيكيو صوص يحطوها مع الحم بقري سورتو فاك اللي هم برجر وكل صحيح. تعطي سافور بالفومي سورتو كي تمس معناها تمس السخانه تعطي ليفل اخر نتاع بنا. اي فوالا حتى انا الصوص باربيكيو مانيش عارفه كيفاش بالضبط نتعامل معاها. شو هي تنجم تتعمل في الدار، هي الباربيكيو من اللي فاهمين تاع الكيتشوب سالوا معناها هي كيتشوب فيومي هي خاطر القوف طبعا اسيد شوية معناها هي الاصل انا راي معناها ماهيش حلال تتعمل بالحم نتاع البورك بارتي جراس معناها فما لاردون نقولوا احنا بارتي الشحم الفوقاني نتاع الحلوف داكو ويجي فيومي ويتحرق ويزيدو طومات كونسونتري فيها بروسيدور ويزيدو السكر و... فوالا فما حلال احنا اللي ناخذوا فيها معناها هي موجودة عندنا في الكومبوزيت. معناها باز فيجيتال تتعمل بالشربون كوميستيبل معناها فما نوع نتاع فحم كوميستيبل تاكل فهمتني، يعملوا لك الفيموار يدخنوها ياخذوا الكيتشوب يدخنوها بالشربون كوميستيبل. تخيل دونك باش ناخذوا العبرات نتاعنا باش ناخذوا معناها نغطوهم نفوحوهم خليهم يرتاحوا شويه باش نعملوهم معناها سوفورم ديبوت بوليت نجم نحطو فيهم شويه فروماج من الداخل تبدا في الكوركولون اللي تنقصو مثلا مرسو فروماج هكا على طرف فروماج بدات تشيح حاجه بدات تبدل لونها انا مثلا موتزاريلا رابي اللي يجي معناها نجمو نعملوها زادا باني والا معناها باش نعملوها سوتي اذا باني نعملو بالطبيعه ضم وفارينا وشابلو ولا كيما عطينا البارح لاستوس في الباني بالنسبه للسلوب قلنا كلفاح هذاك ونزيدو شويه فرينه وبعد حلو بشويه ما دافي صح نعملوهم باني ونجمو نعملوهم معناها كعابر عاديين كيما البنادق نتاعنا احنا ونجمو زاد نحطو فيهم شويه فروي ساكر او من داخل يبنوا نيفو اخي كيما تقول انت بتاع بنا هذا ليفل اخر وي دونك ناخذو كل العبرات نتاعنا احنا باش نعملوهم عاديين فما اللي حب باني فما اللي حب احنا باش نعملوهم عاديين باش نقليهم في شويه زيت وبصل شويه زيت زيتونه وبصل شويه ثوم بالطبيعه باش نخلطوا عليهم غرفتين طومات كونسنتري نتاع تيكا باش نسحقوا طماطم فريشكه كعبتين باش نقصوهم معناها تكون بولي معناها مقشره الطماطم هذيا باش توصل تتقشر لازم نرميوها في شويه ماء يغلي نعملوا لها سيزيون نعملوا لها كل كروا من فوق بعد نرميوها في ماء يغلي من بعد 30 سكوند نخرجوها من الماء بعد نقشروا الطمطومه نتاعنا نهشيوها معنا نفرموها نقولوا احنا نقصوها جويده بالسكينه قليوها مع الطماط كونسونتري شويه ملح وفلفل اكحل ديجا صوص الطماط نتاعنا ما سحقش برشا فيه الطماط نتاع تيكا ماهيش قارصه دو مطمطمه معناها فما كولور كولوراسيون روج فيف نقولوا باش نزيدوا شويه هروس باش نعطيوها كتوزويزه صغيره حضرت صوص الطماط معاها كلي بوليت ذوكا خلطوهم في التقليه دوما تبدا تقر زيتها نعملو لها كوش فروماج دي ترونش تاع بيبيروني نرميوها في الفرن لمده 15 دقيقه هذا يا سيدي البلا سليم تاعنا الجراتيناج فوالا
بلا خفيف نظيف ما يشدش يد صحيح ولمو فيه شنو شنو اللي عندنا اكزاكتومون كل حاجه تشتر وربع واللي حليناه وما انت اللي عندك ارمي ما ترحمش اي فوالا اكزاكتومون وتطلع في الاخر حاجه بنينه برشا بالحق يطلع منين هذا فيما يخص السالي هذا سي سالي نتعداو للسكري فيت باش نعملوا اليوم تارت باش نعملوا تارتليت ديجا نحب نعمل رميرسيمون كبير لتيسير جباس ايه هي عامله عامله اتولي اسمه هاند ميد باي تاسو ضيفتني نهار بحذاها وكلتني وعطاتك الروسيت نحكي لكش بشق الانفس فوالا على خاطر الروسيت منين باش توصل تتعطى بشق الانفس فوالا دونك بعد ما عملت لنا العشاء مدت لي دي تارتوليت الحقيقه عملت عليهم من بون كيف دونك باش نبداو احنا بالباتا تارت الباتا تارت هي معناها بارتيان الفاميم تاع لي باتا سابلي لي بات بريزي نقولوا احنا اون جينيرال دونك باش نبداو بالليزانغريديون تاعنا نسحقوا 250 غرام فارينة عليهم 30 غرام سكر 5 غرامات ملح ديما الزبده شطر الفارينة 125 غرام زبده باش نسحقوا 8 سنتيمتر ماء معناها شويه ماء دافي ولا عادي ولا دافي خاطر باش نحطوا فيه ديجا اصفر عظمه واه فما اللي عملها عظمه كامله فما احنا باش نعملوها بصفر العظمه باش تعطيني الكولوراسيون جوناتر هذيك في كل الجولد نقولوا احنا الذهبيه واضح دونك نبداو بالبات معناها باش نعطيو اسوس ساعه لي بات بريزي معناها لي بات نتاع السابلي ولا نتاع الليتار عمرنا ما نعملوها بالميكسور وعمرنا ما نعملوها بالبيتران تتلم لما ما تستحقش لا عجنان لا تكسر لا حتى شيء خاطر باش نحطوا فيها احنا ديجا الزبده كعب مرشويت كي نعملوها بالبيتران معناها العجينه ولا بالمكسور تتحرق لي بريباراسيون مال اللي بعد كي نجبد ترونش التارت تتكسر لي فيسها هذيك معناها اللي هي تسمى بات محروقه نقولوها دونك نبداو بالبريباراسيون تاعنا ناخذوا الفارينه والسكر والملح خلطوهم مع بعضهم شدوا الزبده نقصها مكعبات وندخلوها في وسط البريباراسيون معناها نعجنوا نبداو نقولوا احنا عبد يمعس نبداو ننزلوا لان باش ندخلوها في وسط البريباراسيون نزيدوا كل اصفر العظمه نتاعنا اللي ديجا خلطناه بالماء خلطوا هذا خلوط ونلموا البات نتاعنا الماء لمين جوست ما غير لا نعجنوها لا نكسروا لا نفرغوا الهواء اللي فيها لا حتى شيء لموها لما خلينا نعملوا كالبول نتاعنا نخليوها ترتاح مدة 30 دقيقة ونجموا ما نخليوهاش ترتاح اما احنا قلنا نخليوها ترتاح الطقس سخون شوية وكل اني تلم روحها باش ما تذوبليش الزبدة تحلي البات ناخذوا المول نتاعنا باش نعملوا فيه التارتوليت ولا نجموا ناخذوا معنا بلا تارتك المول الكبير المول كبير انا مش نحب نعملهم بالتارتوليت نجموا نحلوا البات نتاعنا تكون معنا خشن نتاع 3 ملي ملي فوالا ابين فهمتني ابين مع الرخامه نتاعنا ولا البلان دو ترافاي باش نعملوا عليه نجموا ناخذوه معنا سو دي فورم سيركولير مربعه كل واحد وشنو يحب ياخذ المول نتاعو يعملوا شويه زبده وفارينه بالطبيعه من اللوطه نحطوا التارتوليت نتاعنا ننقبوها بالفرشيطه احنا نقولوا توا باش نعملوها في معناها في دي مول صغار نقبوا لي تارتوليت نتاعنا بالفرشيطه فما استيوس يا نطيبوا البات نتاعنا تاع التارتوليت ونحطوا فيها شكعبات لوبيا اللوبيا هذيك تخليها تبسربي معناها تبسربك الغاز اللي باش تخرجوا التارتوليت باش ما تفوش ليش واضح والا نقبوها بالفرشيطه وخليوها معناها من بعد تجيب تكمل الكويسون كامل بالنسبه للكويسون تقعد 20 دقيقه هذو ما نتاع لي تارتوليت نتاعنا معناها مده 20 دقيقه في 180 درجه اي ما غير فوالا ما غير ملو لا حشو لا حتى شيء ما غير حشو لو جوست الحشو باش نعملو سما بات سابلي ولا بات تاع هي بات بريزي با بات بريزي فوالا الحشو باش نعملو بارد معناها الفارس نتاعنا لي زانسير نتاعنا باش نعملو بارد ايوا دونك بالنسبه لي زانسير
مش نعملوا بعد ما طيبنا كل التارتلات خليناهم يبردوا. عندي سمحني شيف حسيت عليك فما عندك هكا فخس تعملها ورافقنا بها تلت شهر رمضان اللي هي يعمل ميلانج انتر الفرماج والمعجون. ايوه هذيك عالميه فرماج بلان يعمل ميلانج انتر الفرماج البلان والمعجون صورها. اي نحكي على حاجه بنينه مدام حاجه واو حاجه واو. الوغ شو نعملوا اليوم دولي هي باش نقربوا شويه احنا المحاله دونك باش ناخذوا ما قلنا حضرنا كل لي تارتوليت نتاعنا طيبين بردناهم حطوا مغرفة معجون تيوكال كرموس رسيت مسروقة باش يبدأ في بالك. ليه مشكورة تيسير كنت اسمع فينا يعطيك الصحة يا لله على الغسيت ومشكورة جدا. اكيد باش نحطوا مغرفة معجون تيوكال بالطبيعة باش نحطوا كرموس باش نعملوا ميلانج متاع موس. سي الموس نتاعنا سواء نحبوا نسهلوا على رواحنا نعملوا بالكريم شانتيي تو داكور باش نحطوا فيها احنا شوية فريسي باش نعملوا كناباج لابريكو. الناباج ابريكو نجمو نعملوه بالطول بالمعجون نتاع تيوكا بالمعجون جوست نحلو مثلا ناخذو مقدار مغرفتين معجون عليهم شطر كاس ماء معناها نقولوا احنا كاس ترابلسي اي هاي معناها كاس صغير فهمتني باش نعملوا كناباج هذيك معناها نحلو المعجون في الماء اي عباره ناباج معناها فهمتك احنا كسيرو هكا يبدا سيرو مش كسيرو سيرو خير باش نعملوا معناها بمعجون لابريكو معجون المشمش دونك هذه نخلطوه في وسط الموس نتاعنا سواء باش نعملوه بكريم شانتي سواء نعملوه بالفروماج فري وباش نزيدوا فيها بغرفه كريم فريش ونزيدوا فيها ساشي سكر فاني هذه البريباراسيون الثاني اللي هي هذه طول الموس نتاعنا باش ناخذوا كتروف الغله اللي عندنا في الفريجيدير مثلا كعبه تفاح على شويه فريز على كل واحد وشنو عنده وشنو عنده هذوما الكل نحطهم في القارس معناها في جو نتاع قارس مثلا ناخذوا شطر كعبه قارس بعد ما قصينا التفاح كل خليهم يتنفخوا شويه احنا مدار ربع ساعه نزينوا كعبات تارتليت نحطهم في الفريجيدير وبعد شقان الفطر فوالا الوغ ايدي بون ايدي بون ايدي للديسير وحاجه بنينه برشا برشا والله في الحاجات زاد هل لي ديسير والماكله البنينه تفكرت حاجه شيف كان باش نسالكم يا جماعه تعرفوا اللي قبل نتفكروا حتى في دارما متي كانوا يعملوا ديسير اللي هو توا والله قليل واللي يعملوا اللي هو العقيد العقيد ايوه عندي عندي معاه حكايات بيتني في السبيطار لا بلي بحق حامد صحيح حامد بالقديم مش شويه هو باز يا سيترون يا قارص هو سيترون صحيح بالقارص العربي بالقارص العربي والا بالبرتقال الوغ ما نسافرش نجيب بالمعجون انا بيتني في السبيطار برشا خلى برشا خل من شويه ما عادش نعاودها كيت برشا من الاصحاب عامل ما عادش نعاودها فيلا تلمى قوية مشكلتي ريت مشكلتي نحب توسكي يا سيد نعشق حاجة حامضة مثلا طو في عبد عادي مش بدا نحك تاريس نعصر عليه القارش ناكلها بالمغارفة اوكي واضح جدا ليفل 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 ستاج دراغون سي العقيدة نزلت على روحي في يوم الايام كاوعد صحيت فوالا خاطر بلي يكون نحكي على حاجة كما قال سيديك على الاخر وقوي بالكدا جربت من العقيد مرة طيبته انس هذا صباحها علاش تعرف العقيد معناه طلعت انس طيبت العقيد ولا كليت العقيد فما فارق له كليت ولا طيبت يس كليت اش قالت في العقيد منينة ما حاجة بالحق من الحاجات التراديسيونيل والتقليدية اللي لي ديسير نتاعنا خويا في 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 تونس وحاجات تقعد بنينة برشا برشا الوغ انا عطيناكم هذاك زاد غوسيت بونوس ما عطيناش غوسيت فكرة يعني ايدي بونوس على الديسير لليوم ما يعطيك صحة شاف على الكراتان البنين ديما راه كي يبدا يحكي شاف انا بدي نبدا كنتخيل روحي معاه هناك هناك في
في نسرح اكزاكتومون قاعده نسرح. ومشكوره مره اخرى تسير عاده على الايدي نتاع التختوليت. يعطيك الصحه انت شايف اللي بارتاجيتها معانا ومع توكال. سينو هذه كانت رسيتنا اليوم في رسيت توكال. رسيت توكال رسيت توكال. يلا احنا مازلنا متواصلين معكم ودائما هكا نحبوا ندخلوا لدياركم بالبهجة بالموزيكا بالأجواء الرمضانية هكا ان شاء الله. اليوم 20 في رمضان 20 في رمضان 19 غدوة 20 19 يوم ليلة العشرين هكا ان شاء الله نكونوا رافقناكم برشا بهجة برشا إيجابية بالحاجات الحلوة وبالأجواء الرمضانية خاصة وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. احنا دائما عندنا حمزة بالشيخ اللي ديما هكا يعمل لنا بون امبيونس خاصة هكا للناس اللي في الكوجينة الناس اللي مروحين الناس اللي تسمعوا فينا من خارج أراضي الوطن ويحسسكم بالأجواء الرمضانية. مرحبا يا حمزة شو محضرنا اليوم؟ اليوم سيدي صاحبي الله سيدي صاحبي 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 الله مسلي عليك. هذه الفيرسيون معناها كما نقولوا فيها اكثر ريتم وتكون ريتميك شويه تحبوا كان نطلعوا الريتم شويه فيها. داك سيدي احنا هنا كلنا معاك كملت الفرقه انضمنا سيف هو مصرا اسرارا سيف شكون بحذنا وقت الجو. تعال يا سيف الفياميتو ناديت لمن يسمعني عيني تحدرس خيا ناديت لمن يسمعني عيني تحدرس خيا حتى جملي ظلاني حتى جملي ظلاني وتلفت علي الثنية ناديت يا صاحبي الجان ناديت يا صاحبي الجان نبغيك تعجل بالجاية صاحبي الجان يا سيد يا صاحبي الجان يا سيد صاحبي الجان يا صاحب رسول الله يا سيد ساكن القروان واللي زورك في امان بالقدرة يروح مطمئن ويبلغ ما يتمنى يا سيد صاحبي الجان يا صاحب رسول الله يا سيد الروحان ما قلت
الله الله على الجمال. برافو برافو برافو، يعطيكم الصحة. ليه يعطيك الصحة حمزة بالشيخ على هالجو الحلو هذي وجو الرمضاني المزيان. بالصحة الكل اللي تفعلته وقت معايا في الاستوديو وقت غنينا بعضنا وجو به هيك تحس هكا الروح رمضانية أكيد الهنت بتاع رمضان وراك الوجوه هكا اللي تشرب في الماء هكا أحسن ما فيك إنك بتسيب نفسك خالص، يعني بتسيب نفسك لنفسك وده أحسن حاجة. صح أكيد صح أكيد تعطينا والله يا حمزة. شكرا اخي العزيز. يعطيك صحه حمزه بالشيخ ويعطيكم صحه الجروب الكل والكيب الكل اللي عنا في الاستوديو. جست باش نعرج فقط اللي الحقيقه ان غون ميرسي للكيب الكل اللي في اذاعه الحياه اف ام اللي اشرفت على سبوت بوبليسيتير توكال اللي باش تشوفوها بعد شويه على الباج اوفيسيال نتاعنا. ان غون ميرسي للكيب الكل، اكيب تري تري بروفيسيونيل، وان شاء الله اللي جاي خير. سينو احنا دائما مكملين معكم بالفقرات الكل. تنجموا تكلمون على ارقام الهواتف بتاعنا 70 035 120. مرحبا بالناس الكل، هذه هي بنت رمضان. بنت رمضان بنت رمضان بنت رمضان. مرحبا بالناس كل ما عندنا مجد علينا، احنا مكملين معاكم دائما على نفس الموجات. وتحية الناس كل قاعدة تسمع فينا من خارج أراضي الوطن لقي تنين. نمشي ومعاكم تطفيت للصندوق عجب. صندوق عجب صندوق عجب. مرة حمزة يهزنا لبلايسة مزينة ويخرجنا حاجة حلوة في الصندوق عجب. مرحبا يا حمزة. عسلامة. مرحبا نور. مرحبا بست مستمعين اللي قاعدين يستناو في الفقرة هذية اليوم. البارح حطيتها في نجو قلت مش نحكيه حكاية مزينة برشا، وقلنا الحكاية اسمها الرقود السبعة. أيوة. عندنا شكون هما الرقود السبعة؟ الرقود السبعة هيا سيدك الرقود السبعة ولا أصحاب الكهف المذكورين في القرآن. صح. موجودين في تونس. ما الحكاية؟ ايه؟ معناها نورمال هكا معناها اقرب الى الخير. اسكو باش نسالكم معناها تتصوروا معناها انا الحقيقة ما نعرفش اسكو ما عنديش المعلومة، يعني اسكو تم اثبات هالحكاية اللي هي في تونس ام لا معناها. واكيد في خلفية خلفية حمزة يذكرها لنا، حتى كنت بتكلم معاه قال لي هقول لك عليها وخليها مفاجأة في في الفقرة. اليوم باش نحكيو على حكاية غريبة شوية في أقصى الجنوب التونسي بين جابس وتطاوين، وتحديدا في شنني. لهنا مش باش نحكيه على زين الصحراء وبهجتها ولا على الواحات والدقلة والليقمي، باش نحكي لكم على قصة يمكن أول مرة تسمعوها. في واحد من الأجبال اللي تبنات عليها المدينة الأمازيغية، من بعيد يظهر لك جامع لونه أبيض وبتيرازه الأمازيغي المزيان. هذا الجامع مقام لسبعة أولياء صالحين مدفونين في غار محفور في أعلى هك جبل. عاد ياسر أنك تشوف مقامات الأولياء الصالحين في تونس، على خاطر فما منهم المئات في أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، بلاد معروفة بالطرق الصوفية والتبرك بالأولياء الصالحين. أما حكاية اليوم ممكن غريبة شوية وأول مرة يمكن تسمعها في القرآن الكريم، وتحديدا في سورة الكهف اللي تسميت على سبع رجال وآمنوا بالتوحيد ورفضوا عقيدة السلطة الموجودة في عصرهم. هربوا من البطش والظلم متاع الحاكم وتخباوا في كهف. الكهف هذا صارت فيه معجزة، رقدوا في الكهف هذا 309 سنين هما والكلب متاعهم، ومن بعد خرجوا باش اكتشفوا اللي هما يعيشوا في نفس العصر اللي كانوا يعيشوا فيه قبل. ولقاوا الدنيا تبدلت، لقاوا عباد غير العباد وفلوس غير الفلوس ودين غير الدين اللي خلوه. الرجال هذم اللي توفاهم ربي قروا أهل المدينة اللي فيها يبنيوا فوق قبورهم مسجد. أهل شنني لهنا يقولوا اللي الرقود السبعة هما نفسهم أصحاب الكهف المذكورين في القرآن الكريم، واللي هما هربوا من ظلم دقيانوس الإمبراطور الروماني اللي حكم من عام 249 ميلادي حتى عام 251 ميلادي. وقتها كان الإمبراطور يضطهد كل واحد يعلن إيمانه بالمسيحية. أهل مدينة شنني يقولوا اللي حركة الشمس في الشروق والغروب حول هذا الغار تتطابق مع ما نص عليه القرآن في سورة الكهف. ضوء الشمس يوميا يدخل من فتحة الغار من جهة اليمين، ووقت الغروب زاد يدخل الضوء من جهة اليسار. نستحضر الآية بسم الله الرحمن الرحيم سورة الكهف تقول وترى الشمس
إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. ذلك من آيات الله. معجزة أخرى يراها الكبير والصغير في شنني ويحكيها الكل. واحد يزور، معنى يحكيها لأي إنسان حتى يزور المدينة متاعهم. الصمعة متاع مقام رقود السبعة الميلة نحو اتجاه القبلة، والناس يقولوا أنهم بعد ترميم الصمعة في برشة مناسبات من أجل تسوية الأعوجاج الموجود فيها، لكن بعد كل ترميم بسرعة يرجع الانحناء للصمعة. الغريب زاد في الغار أنه طول القبر تقريبا 4 متر طوله. أيوة. ويقولوا الناس اللي غادي أنه طول البشر في هاك الفترة مطابق للمواصفات هذه، 4 متر. سبحان الله. أهل شنني مش وحدهم في العالم يعتبروا كهف الرقيم موجود في مدينتهم. في الأردن موجود، ثم كهف وقرية تسميت باسمهم، شرق الأناضول في تركيا زادة، وفي اليمن وفي سوريا. وما ثماش أدلة علمية تنجم تثبت صحة أي مقام المقامات اللي هما لأصحاب الكهف الحقيقيين، مقام رقود السبعة. ورغم القصة متاعو اللي برشا متوانسة ما يعرفوهاش، اللي هو موجود في مدينة مزيانة برشا، كلها تاريخ وأثار وعادات أمازيغية. لا alors فما possibilité، فما possibilité خاطر معناها توا هو يقول لك موجود، فما شكون يقول لك موجود في الأردن، فما شكون يقول لك في شرق الأناضول موجود في تركيا، فما شكون يقول لك في سوريا. معناها الأدلة، معناها كل واحد يجيب لك أدلة ويقارنها بالقرآن، يقول لك هاكا مثلا استنتاجات واجتهاد منهم، لكن ما حدش ادى المكان الصح. بالضبط. كل وكل جهة تنسب معناها كي تصير حاجة مشابهة ولا حكاية مشابهة للقصة هذيك، انه ينسب القصة هذيك ديريكتومون معناها لل والله اعلم. والله اعلم. بون حتى في القران جيدة. حتى في القران قال يعلم عدتهم الا الله كيكا. معناها حتى هما قديش يعلم عدتهم كالرب. صحيح. الوغ هي حكايه مشوقه، وان شاء الله كي يصير نهار اثبات بالحق هكا اللي هذوك هما يعني اللي في وسط الكهف هكولي. راهو حاجه، شوف حاجه لتجبد اكثر، انه ثم فزت السمعه. سبحان الله، هي الصمعة مبانينها فوق الجبل، اي فوق الجبل وفوق القبورة. فوق القبورة بتاع الرقود السبعة هذوما اللي فيها شنني. صح. الصمعة هذية صار قدش من مرة في معناها ترميم للصمعة هذية، هما يرموها تقعد شهر شهرين وترجع تميل، والميلان متاحها سبحان الله اتجاه القبلة. القبلة سبحان الله. فولا يعطيك صحة حمزة، ما تكون كان عجيب لما حالة وغرايب في صندوق عجب. يعطيك ألف صحة. صندوق عجب. يلا احنا مازلنا متواصلين معاكم، ودائما مازلنا في حكايتنا احنا من الشمال للجنوب وفي تونس وخارج تونس. هذه فضلا لصلاح المصري اللي دائما يعطينا في حكايته. وتتفيت مع المصري، مع المصري، وتوا وقيت مع المصري. مرحبا بك. اهلا يا نور، واهلا بك يا حمزه، والقصه المشوقه اللي انت جبتها لنا، والمعلومه الجديده اللي انا اول مره اسمعها عن اصل وجودهم في تونس. بجد يعني تحياتي ليك وعلى المجهود اللي انت بذلته علشان توصل لنا المعلومه دي. شكرا. ربنا يخليك. نقول النهارده هنحكي مع المصري حاجه جميله، ونرجع تاني شويه للامثال. في مثل بيقولوا لما يكون واحد عمل مشكله او عمل مصيبه، وواحد واحد يقول له ما تخافش انا هطلعك منها زي الشعره من العجينه. الشعره من العجينه. ايا كان اللي انت عملته هطلعك منها زي الشعره من العجينه. فبيحكي بيقول لك بقى، بيقول في واحد يعني في احد الازمنه وفي يوم من الايام راح واحد لمحل الدجاج فراخ، وكان معاه فرخه مذبوحه. وراح لصاحب المحل وقال له بقول لك ايه، قال له نعم، قال له الفرخه دي انا ذبحتها عندي في الدار، وخدها قطعها وهاجي اخدها منك بعد شويه. قال له تيجي تاخدها امتى؟ قال له ربع ساعه واجي اخدها منك، تكون الدجاجه او الفرخه بتاعتي انت متقطعها ومظبطها وتكون جاهزه. قال له خلاص ماشي. بعد شويه بعد ما الراجل مشي، القاضي بتاع المدينه وهو بيمر كده فعد على صاحب الدجاج وقال له شوف لي دجاجه من عندك. فقال له والله يا سيد القاضي ما عادش عندي خالص. قال له امال دي ايه؟ قال له الدجاجه دي دجاجه واحد جابها لي مذبوحه وبتاعته، وقال لي ان انا اقطعها له واجي اخدها منه ايه، هيجي ياخدها مني بعد ربع ساعه. قال له طب اديها لي، ولو الراجل جالك ياخد الفرخه بتاعته منك قول له ده الفرخه طارت.
قال له ازاي يا سيد القاضي ده اللي جايبها لي مذبوحه. قال له اسمع بس اللي بقول لك عليه، انا القاضي وانا اللي بحكم. كان قاضي هو يعني فاسد شويه. قال له انا القاضي وانا اللي بحكم، ولو جابها لك قول له طارت وملكش دعوه. اخره هيعمل ايه يعني؟ هيشتكيك؟ ما انت كده كده في النهايه هتجيلي وانا اللي هحكم لك، فما تقلقش. فالراجل قال له صعب بس انا علشان خاطرك يا سيد القاضي ماشي، ربنا يستر وخلاص. بعد ما الربع ساعه عدت الراجل راح له بقى وخلاص بقى، واخدها عشان يروح يطبخ بقى وياكل عياله وكده. فقال له فين الدجاجه؟ قال له الفرخه بتاعتك طارت. قال له انت مجنون واعي اللي انت بتقوله ده؟ انا جايبها لك مذبوحه، ازاي طارت؟ قال له سبحان الله، هو كده الفرخه بتاعتك الميه طارت والفرخه طارت. مصيرش والله. فضرب بينهم حده في النقاش وفي الكلام والشجار. قال له انا مش هسيبك الا ما اخد حق منك. قال له يعني انت عاوز ايه من الاخر؟ قال له تعالى هيا بنا الى القاضي، هو اللي يحكم بينا. طبعا الراجل كان عارف انه لو راح للقاضي فخلاص هيخرج منها زي الشعره من العجينه. فهم ماشيين في طريقهم للقاضي، فقابلوا اتنين بيتعاركوا في مشكله، كان واحد مسلم وواحد يهودي. فالراجل صاحب الدجاج، صاحب محل الدجاج، فنزل يسلك ما بينهم او يحوش ما بينهم، فهو من حظه السيء صبعه دخل في عين اليهودي ففقع عينه. تمام. فالناس اتجمعوا عليه وهيضربوه وكده، قالوا له انت فقعت عين اليهودي فلازم ناخدك ونوديك للقاضي علشان الراجل يقتص منك. فالراجل صاحب المحل الدجاج قال يا دي الليله اللي مش هتعدي، بقت مصيبتي مصيبتين. طب الفرخه وقدرنا عليها والقاضي هيقف معايا، طب وعين الراجل اللي انا فقعتها له ده ايه اللي هيحصل؟ قال خلاص ماشي. فالناس اتلموا عليه وخدوه وهم ماشيين بيه ورايحين بيقولوا للقاضي. قبل ما يوصل للقصر بتاع القاضي او مكان الحكم فهرب منهم وجري بسرعه. طلع فين؟ دخل المسجد وطلع فوق المأذنة بتاعه المسجد. فقال لهم الله يقرب مني والله لا رامي روحي من فوق المأذنة بتاعه المسجد. ينزل يا مجنون؟ قال لهم مش نازل. ففي واحد اتبرع ودخل المسجد علشان يقبض عليه، فالراجل رمى نفسه من حظه السيء وهو بيرمي نفسه، راجل عجوز معدي تحت المأذنة، الراجل صاحب محل دجاج وقع عليه، الراجل العجوز مات. جم ولاد الراجل العجوز قالوا ده احنا مش هنسيبك، ده انت ليلة تقطين. ده انت كده لازم ناخد بحق ابونا اللي انت موته. فالراجل بقى خدوه الناس كلهم وراحوا للقاضي. فالقاضي اول ما شافه فضحك، فالقاضي ضحك وفرحان بيحسب ان الراجل جاي له في موضوع الدجاجه. فقال فما يعرفش ان الراجل عنده بقى ثلاث قضايا: سرقه الدجاجه وفقع عين الراجل اليهودي وقتل الراجل الشايب. فاول ما راحوا للقاضي، فالقاضي اول ما قالوا له يعني انتوا جايين بلمتكم دي ايه اللي حصل؟ فقالوا له يا سيد القاضي الراجل ده متهم في ثلاث قضايا. الراجل القاضي اتعجب، ثلاث قضايا ايه؟ فالقاضي قاعد يفكر كده وحط ايده على راسه. فالمهم نادي على الراجل الاول، فقال له انت ايه مشكلتك؟ قال له والله يا سيد القاضي الراجل ده وديت له الدجاجه بتاعتي مذبوحه، والدجاجه رحت بعد شويه ما لقيتهاش، يعني الراجل ده اكيد هو اللي سرقها. فالقاضي قام جاي قايل له ايه؟ الا تؤمن بالله؟ قال له نعم. قال له الا تؤمن ان الله على كل شيء قدير؟ قال له نعم يا سيد القاضي. قال له الا تؤمن ان الله يحيي العظام وهي رميم؟ قال له نعم يا سيد القاضي. قال له اذهب فقد اعاد الله دجاجتك الى الحياه وطارت، ما لكش فراخ عندنا، امشي. فدي القضيه الاولى. فالراجل صاحب المحل فرح، الراجل الثاني مشي. فجه القضية الثانية، فدخل الراجل اليهودي قال له ايه قصتك؟ قال له يا سيد القاضي والله الراجل ده وهو ماشي حط صباعه في عيني ففقع لعيني. فقال له طب يرضيك انك تاخد الدية بتاعتك فلوس؟ قال له لا يا سيد القاضي انا عاوز الدية بتاعتي زي ما عمل فيه اعمل فيه. فالقاضي قاعد يفكر شوية كده، قال له طب اسمعني. قال له نعم. قال له انت من اهل الكتاب او يهودي او مسيحي؟ فالدية بتاعتك نص دية المسلمين. قال له نعم. قال له علشان نفعل الراجل عينه يبقى الراجل يفقع لك عينك التانية، عشان يبقى عينك الاثنين مفقوعين علشان انت تفقع له عين واحده، ما انت ديتك نص دية المسلم. فانت عاوز تفقع له عين فلازم انت الاثنين يكونوا مفقوعين. قال له خلاص والله قبلت خلاص، مش عاوز حاجه، لا عاوز فلوس ولا عاوز حاجه. قال له براءه. القضيه الثالثه قاضي ملوش حل. فجم ولاد الراجل العجوز اللي مات قالوا له يا سياده القاضي الراجل ده قفز من فوق المأذنه على ابونا واحنا عاوزين حقنا وابونا مات. قال لهم خلاص ماشي، خدوا الراجل ووقفوا تحت المأذنة، وواحد منكم يطلع فوق المأذنة بتاعة المسجد ويقفز عليه يموته زي ما موت أبوكم. فأحد الشباب قال له إيه؟ طب يا سيد القاضي، طب إحنا لو طلعنا فوق المأذنة وجينا نقفز عليه الرجل اتحرك يمين أو يسار هننزل على الأرض هنموت. قال لهم والله دي مشكلتكم أنتم مش مشكلة الراجل، وأبوكم ليه ما تحركش شوية يمين ولا شوية شمال؟ لازم يعني يقف تحت المأذنة عشان الراجل ينزل عليه يموته؟ هو ده اللي عندي. عاوزين الراجل تاخدوا يعني حقكم منه
يقف تحت المزنة واحد. قالوا لا احنا سامحنا سيد القاضي. وبعد ما التلاتة خلاص خد براءة في التلاتة، أم جاي ندى للراجل وقال له ايه؟ قال له أرأيت بدجاجة أخرجتك من ثلاث قضايا؟ قال له ما أقول لك يعني أنا هطلعك من ذا الشعر من العجين. فدي كانت يعني دي ذمة القاضي الفاسد. يعني مش كل اللي قال لك هطلعك من حاجه زي الشعره من العجين يبقى انت محق او ان انت ما ظلمتش حد فيها. فدي كانت قصه المثل بتاعنا، ومثل طريف شويه لكن وراه حكمه وعبره وعظمه وعظه، انك انت بالرشوه او بالفلوس او باي حاجه تقدر تبدل زمم الناس وتبدل مفاهيم حاجات كتير. فبفرخه وصل خرجوا الشعره من العجين من ثلاثه قضايا. صحيت والله قضيه عاهه مستديمه، قضية قتل وقضية سرقة، طلع منهم الثلاثة. وما أكثر القضاء في زماننا وفي بلادنا في الأيام دي والله فسادا. ولكن أكيد فما ناس يعني يتسموا بالنزاهة ويتسموا بالأخلاق الحميدة مش الناس الكل، ولكن احنا أعطينا أكيد الإكزامبل متاع الحكاية هذه، حكاية صلاح المزيانة، وأعطانا الإكزامبل متاع الشعرة من العجين. هنا عرفنا الأصل الحكاية. أعطيك الصحة صلاح، ربنا يخليك. لأن أكيد هذه كانت في مع المصري. مع المصري وتوى وقيت مع المصري. خمسة هو لا 59 دقيقة، الخمسة غير دقيقة، خمسة بالضبط بالضبط بالضبط. وصلنا معكم هكا نهاية حلقتنا لليوم. على قبل ما نكملوا الميشن امتعنا، خل نعاودوا تنشيلتنا لليوم اللي تقول قاعد مربع والخير يجيه، الكلام ما يتكلم والحق يعطيه. هو صحيح الميزان أما ميزان الحسنات اللي لوجوا عليه، على وقت اللي سهلنا لكم بكري الميزان أما ميزان الحسنات اللي لوجوا عليه. دايوغ لقينا الإجابة في برشا اللي كتبوا ميزان الحسنات، مشكورين الناس الكل. لانغو مرسي للي كل من أمننا الحصة، فريقي جيسم توكا اللي دائما متغيب على أطعام، أيضا شكر كبير للكيب تكنيك، مشكورة جدا أمنا بوخيت في الإخراج التقني، سهيل في إخراج الصورة جميلة على الباج اوفيسيال امتاعنا، ايضا كنت معكم نور بيجياتك الصحة، زميلنا حمزة بالشيخ. عايشك نور، مشكورين كل اللي امنوا الحصة هذه المزيانة، ربي يفضلكم وشهي طيبة. يعطيك الصحة سيدي صلاح، مشكور جدا. شكرا لك يا نور، وشكرا لحمزة والكل اللي موجودين معنا وكل السادة المستمعين إذاعة الحياة، وإن شاء الله دائما يعني بنقدم لكم الحكايات والأمثلة والقصص المختلفة والمتنوعة إن شاء الله. يعطيك الصحة سيدي، نورتنا في الاستوديو، وإحنا إن شاء الله هكا دائما دائما معكم لبقية شهر رمضان المعظم. إن شاء الله نتلقاو معكم في نفس التوقيت غدوة، ما بقى لي كان باش نقول لكم تصوموا وتفطروا بالصحة، تصبحوا على ألف خير. مع بنت رمضان الجو معنا ياسر مزيان. انتي يلي تسمع فينا جبنا لكم دبارة بنينة في وسطها حكاية وتشنشينة، ما لفاش تستنى وعدل الموجة مع نور والكرونيكور كل يوم من الاثنين للجمعة من ماضي 3 للخمسة على الحياة فام. رمضان على الحياة فام بنا أخرى.